اهلا وسهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ رمضان مبارك سعيد. اليوم النهار الاول ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو بطول العمر يا ربي. المهم الحريره ما يمكنش شي دار مغربيه ما تكونش فيها الحريره قليل. المهم ضروريه الحريره صراحه، راه ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. غادي ندير بعدا اللحم يتقلى، وكل واحد وطريقته في الحريره، كل شنو كيدير. المهم كما شفتوا البنات، اللحيمه ماشي ضروريه، راه غير باش كتنسم ليك اولا العظيمات اولا شي حاجه. المهم اليوم ماشي البلاطو، كاينش الكاميرا اللي كتبين، ولكن ماشي مشكل. الكرافس والقزبره والمدنوس، المهم زلافه انا كندير، انا ما كندير كثر الصراحه، كاين شي سخفه شويه اختي شويه. المهم انا غادي ندير الحمص، انا بالنسبه للعدس غنخليه حتى الاخر، مطيشه حتى الاخر. غادي ندير العطريه ديالي كامله، ما نساوش درمه كنور السمن ضروريه في الاول البنات باش كتقلي بها اللحم، عرفتي راه كيجي يا سلام. الملحه، البزار تقريبا معلقه، الخبق المبلدي، سكينجبير، والحمص، ونخليها بعدا تقلى شي شويه ونرجع ليكم. المهم البنات كما شفتوا الصراحه انا راني ما كنتش كنت في الصالون ومشيت تقديت، عاد جيت للدار. المهم الشهيوات انا اللي كيعجبوني هما هاد المخامر هادو، كل واحد باش كيبغي يعمرهم، كاين اللي كيعمرهم بفتة بلاصوص طوماط، كاين اللي كل واحد وشنو كيبغي. انا كتعجبني ديال الكبده والبصله، كتجي بنينه وكتعجبني، كتجي المذاق مختلف. اولا عوض الكبده ديري الدجاج حتى هي كتجي زوينه. المهم كندير البصله البنات بحال هكا السيور، وغنزيد عليها العطريه. المهم قولوا لي واش وليداتكم صايمين، كي درتو مع الصيام؟ حنا الجو عندنا ديال الصيام، سلمى صايمه حمدا وحده هي لابس جلابته باغي يصلي ودن. مازال لا ودن، انا غندان بكي خلاتها مالك، انا بكي كتجي زوينه البنات. المهم كديري فيها العطريه، الملحه، البزار، كنزيد فيها انا حتى شويه الكمون، كتجي واعره ديال الكبده خطيره هكا، غير القياس غير وحيده كافيه. والكبده محمد نخلي لك شويه الكبده نديرهم لك انت بلا حتى حاجه. ديالك انت بلا بصله ما تقطعهاش ليا انت؟ لا ما نقطعهاش لك هنا نتوما شاهدين، لا ديالك انت نخليها لك هنا نديرها لك في مقلب وحده، انت ما كتبغيش البصله. امين. حداقة يا اختي الحداقة، قولي ما تتعاملش ما تنعاملش. ايييي لا غير باش نصور جبتي حدايا كتعاوني الله يسخك. كرشتو ها كرشتو. Thank you.
شوف واش كيبان ليهم ها انت اختي كويس فيه القدره انا اختي البنه المهم انا ما باقه في هذا المهم هذا كندوز ليه انايا جافيل وتيد سكانير قالت لكم جافيل وتيد وكنعاود ليه بصالين كرو كنعاود ليه بماء الدجاج حتى كيولي كيبري غندوز لديك البلاصه اللي هي اللي فيها القطاره غندوز للثلاجه والميكرو والفران نصحوه بس صافي نجمعو الجفيفه نخدم لا ماشين د المعان وحنا سالينا ياس اللي وا ديك اللي وا ديك اللي اش اش تحلي اش تحلي اش اش معليش معليش دارت الحال عليا وانا ماشي بيديا اش تحلي صافي اش معليش اش معليش هديك هديك الزيت لا ما تجيش تحلي ونوضي داك الحال عليا وانا ماشي بيديا واش تحيا صاحبتي انا لا وانا ما صحتش جاوي داك في انا طلع وي وشوف التواليت هذا شوف التواليت انت اللي طويله لا هي الطويله يلا واجي واش تحلي المتني كثر هي الميمه وراني غادي لا اله الا الله تهلاي ليا في ولادي لا اله الا الله هذه اللي عجبتني حيت ما كنقولش بزاف
كشتيلاش كتقول لي مع قاسر لي مع بناتي امي لا تهلاي لي فولادي باوي وسامعوا لي مليكه شنو قالت لي ماما تقطعت الكاميرا مشيت عندها كنغني لها قلت لها تهلاي لي فولادي قالت لي تهليت فيك انت وتهلا لك حتى فولادك انا ما نرتاحش انا ما نقش خلاص هي حدايا قلت لها مالك ما قلتيها في الكاميرا قد سكتة تقطعت الكاميرا وقالتها لي قلت لها والله تنفرشك مع الناس قالت لي عييت قالت لي وتهديت قالت لي واش انا تهليت فيك وتهلا لك حتى فولادك عييت دابا عادي الصلاية واحد الكوان قلت لك انا ديال الصلاية وواحد الكوان يعني بحال الله تيمالي تيمالي وميش هي السلمة يوميا نعرفهم غدا ما تصوميش يوميا ماشي يوميا كنهضر حلي حلي هانتوما البنات تشهدوا على السلمة عييت فيها قلت لها ما تصوميش يوميا ديري نهار اه نهار لا نهار اه نهار لا بحال بحال الوليدات كانوا هنا السلمة اللي فات لا نهار غيوصل عليك تصومي غتصومي الهلي طبيعي بلا حتى انا تعزمي الصوم ويلي الصيام زوين ماشي يوميا انا سلمى والله الا ماشي يوميا معليش معليش شو معليش ضاق الحال عليا وانت اللي حويت بيا جاي تقول لي معليش معليش شو معليش هانتوما ما بغاتش والله ما بغات كتاكلش لك تصحرات والله ما تصحرات كتصوم بالجوع لا ما فعلاش في واحد القاعده البارح والبارح غادي جات العشاء خديجه وكلينا اللي ما طيح لك يا ما عادي لا 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 انك اختي ما تصومش ليا يوميا ما تصوميش ليا يوميا نهار مجبد ماشي يوميا انا بنيتي انا مزوقه فيك نهار اه نهار لا مزيان والله ما تطلع مني عافاك حاول تخلي كامل تنزل لا نصومك شوف ليك دابا ان شاء الله تولي يجيك ساهل تصومي الكامل راه تنجرب انا دابا تنجرب مره مره نصومو كامل ما تتخلينيش شي ما كنخليكش والله خاطر تبقى لي لي كنش ليك القرايه امتحانات كتحضري الامتحانات ماما حلي حلي ولكن هي مزيان هي لا امتحان الحفاظه ما عندنا السيمانه اللي من بعد السيمانه ديال العطله زعما دوز السيمانه ديال العطله دوز سيمانه عاد غدو امتحانات الحفاظه عييت والله الا عييت مشكيت عليكم شدني الراس مع مولفه القهوه واتاي هذا النهار ما شربتوش صافي الراس مشكيت عليكم والعيال العيال هي غنطلع دابا نعس جنة راه ناعسه سلمى ومالك في بلاصتهم كل وحده في بلاصتها باش ينعسوا حنايا دابا قولي تقريبا كدي في التسعود كلشي كينعس فهاد الشيء اللي كاين و تاينس كل شيء وعاد كنطرف في حالتي عاد كنشدي هذه هي الروتين ديال المراه اللي عندها الوليدات ماشي سهله تحيه لكل مراه كتضرب تماما على دارها تحيه لكل مراه واقفه وقفه الراجل في الدار تبارك الله عليك وعلى حداقتك وعلى تاويلك الهلا يخطيك على دارك والهلا يخطيك على وليداتك ونتي ديما تاج فوق راسهم وكنبغي نقول لكم رمضان مبارك سعيد عليكم كاملين يا ربي ومعاه فيديوهات جايين ان شاء الله اللي كيكونوا كلهم حماس